ازيكم ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا النهارده المواليد برج العذراء. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القضاء. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها يا برج العذراء. ركز معايا كويس جدا في قراءتك، واللي ينطبق عليك تنزل تقوله لي في الكومنتات. وطبعا جيش برج العذراء حبايب قلبي اللي على دماغي من فوق، ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق اللي بتصلوا فيه على الحبيب، علشان لما الفيديو بتاعكم بيكون جميل كده وبيكون لايكاته كتير، انا بهتم جدا بمواليد برج العذراء ودايما بنزل لهم فيديوهات. تركز معايا برج العذراء بالنية بتاعتك ونشوف. بسم الله. طقطق عامة ومفتوحة، طقطق مفتوحة بس متربط. اليومين دول انت متربط. بص، هو انت لا اما متربط من خذلان، لا اما متربط من كلام من المقربين لقلبك. طيب، اول حاجة انت عايش وحيد، يعني مهما ناس حواليكم حاسين بالوحدة وحاسين ان انتوا لوحدكم. عندكم طاقة فرج او طاقة حب، طاقة زواج، طاقة خطوبة. الفترة اللي جاية دي عندكم خطوبة هتكمل على خير بإذن الله. مشاكل مع الاهل او مع الشريك، انت والشريك مش فاهمين بعض، في تقلب مزاج او في مواضيع مضايقاك من الشريك. رغم القلق اللي عندكم بس دايما بتحمدوا ربنا على كل حاجة. عشتوا فترة من التحمل، يعني انتوا استحملتوا حاجات محدش يستحملها، فعمالين تشتغلوا عشان توصلوا للحلم وتحققوا النجاح. حاسين ان انتوا عليكم صيدة، عليكم حاجة دايما كاتمين جواكم ودايما ما بتحبوش تبينوا ايه اللي جواكم، وعشان كده الفترة اللي جاية بإذن الله هيكون في تقالب او في امور معاكسة. في كمان هنا مكسب حلو في شغلك، مكسب حلو في حياتك بالعامة، عندك شغل، عندك وظيفة، عندك حاجة جديدة في حياتك. بس انت اليومين دول حرفيا حاسس ان انت الوحيد في كل حاجة، حاسس ان انت لوحدك، حاسس ان مفيش حاجة جديدة في حياتك. عليك عين، عين قوية صايباك بالحسد الشديد اللي بترجعك لورا. انت مازال بتعافر ومازال عايز توصل للهدف، بس عندكم اما بنت عم لاما مرات عم، عندكم حد تخص اهل الاب، في بينكم مشاكل او في بينكم غيرة، في بينكم حقد، في بينكم امور مضايقاكم. كمان عندك او عندك اخت حقودة، اخت بتغير من نجاحكم، بتغير من كل حاجة في حياتكم، ومش عايزة تكمل جوازتكم او عايزة تنهيكم عن الشريك، دايما بتتدخل في اللي ملهاش فيه. هنا عندك شوية امور حلوة هترتبها انت اليومين دول. اي نعم قلبك وجعك، بس هتاخد قرار هتبني عليه حياتك الفترة اللي جاية، عشان هتقول انا اتظلمت. كمان الفترة دي انت بتجهز ورق سفر، بتجهز ورق نجاح، بتجهز ورق غياب، الله اعلم، بس انت حرفيا بتجهز ورق لبداية جديدة او تجربة جديدة، عايز تطلع من اللي انت فيه، عايز تعمل حاجات كتيرة مختلفة. في كمان عندك تغيير من ناحية الشريك، يعني الشريك متغير عليك او انت متغير مع الشريك. انت مش فاهم الشريك عايز ايه، بس ما تزعلش مني ان يؤسفني واقولك ان في طرف ثالث مع الشريك، او في حد الشريك بيسمع له، في حد الشريك عنده بيركز معاه، فياريت تخلي بالك كويس جدا من المشاكل السلبية. انت فقدت الثقة في ناس كتيرة جدا والمقربين لقلبك، يعني مش ليك انت بس، انت فقدت الثقة في الناس اللي من دمك ولحمك. ليه؟ عشان قلت خلاص خلاص. عندك علم، العلم ده علم نصر. انت اليومين دول حرفيا بتحاول تهتم بنفسك، بتحاول تبص لنفسك، بتحاول تعمل حاجات كتيرة جدا مختلفة عندك بسبب ان انت اتظلم. في صديقة مقربة ليكم بتخدعكم، بتظلمكم، عاملة زي الحية بالظبط، عايزة توقعكم في اعمال، توقعكم في مشاكل، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من الموضوع ده. في كمان بعد، انتوا بعدتوا عن حد او قررتوا ان انتوا تبعدوا عن حد، فينا انتوا مش عايزين تتكلموا مع ناس، او في مواضيع عندكم بتحاولوا تتخلصوا منها. عندكم كمان باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى ممكن يكون الفترة دي لقاء حلو، تغيير حلو، طاقة عامة، انفراجات حلوة،
الله اعلم، بس في طاقه حلوه عندكم وطاقه عامه. في حد كمان انتوا بتحبوه قوي، الحد ده هو قريب منكم، الحد ده انتوا بينكم ما بينه مسافه قليله، هيبقى المواضيع عندكم حلوه وجميله، وكمان هيبقى في كده طاقه عامه او حاجه حلوه هتفرحكم وهتسعدكم قوي الفتره دي، علشان خاطر هتحسوا ان انتوا خلاص قررتوا ان انتوا تعيشوا حياتكم بشكل مختلف. وممكن كمان يعني هيجي لك خبر من بعيد، انتوا هنا عندكم هرم، الهرم ده لا اما نقطة جديدة انتوا عايزين تطلعوا عليها، لا اما بداية عايزين تبدأوها في حياتكم، الله اعلم انتوا الناس اللي تقرر الهرم ده ايه في حياتكم. انتوا ممكن يكون الهرم ده طاقة عامة او فرج جديد عليكم، او ناويين تروحوا تزوروا، تطلعوا من بيتكم، تعملوا حاجة جديدة في حياتكم. فانتوا الفترة اللي جاية دي من اكتر الفترات اللي عندكم بداية جديدة، لا اما بداية جديدة في عاطفة، لا اما بداية جديدة في حياتكم انتوا كشخصيات، لا اما بداية جديدة في مواضيع انتوا بتشتغلوا عليها. فبلاش القلق، بلاش الحيرة، بلاش التوتر خالص. الفترة دي زي ما قلت لكم كمان ان انتوا ممكن يكون محظوظين في تطلعوا من اللي انتوا فيه، انتوا 100% عندكم سفر وماشيين في طريق السفر. اي نعم في عقبات قدامكم او في شوية كتل من المشاكل، بس برضو ناويين على سفر وعايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه. عندكم كمان حد غايب عنكم، الحد اللي غايب عنكم ده هيبقى فيه كلام حلو بينكم، وهيبقى فيه مواضيع بإذن الله برضو هتفرحكم وهتسعدكم قوي الفترة اللي جاية. في واحدة ست، الست الكبيرة اللي عندكم في أرض بيتكم، الست دي عاملة لكم مشاكل، يمكن هي من الستات الكبيرة أو الستات اللي هي بتحب تأمر وتنهي، بتحب تتحكم بطريقة كبيرة. الست دي عينها سم، مركزة معاكم وعايزة كل حاجة يمشوا على مزاجها، وعشان كده انتوا قافلين على نفسكم البيبان ومش عايزين ايه، قررتوا ان انتوا ما تتعاملوش مع حد ولا خلاص. ما تزعلش مني ان انا اقولك ان انت، او تزعلي مني ان دي اكتر ايام انت حاسه بالوحده، اكتر ايام عندك توتر، عندك خوف، عندك قلق، دايما خايفه من اللي جاي. يعني بتيجي بدايه شهر او نهايه شهر بتبقي خايفه قوي ومهمومه، وتبقي خايفه انه هتحصل فيه حاجه. بالعكس، انت عندك انفراجات حلوه، روحانياتكم عاليه، دايما متالقين، دايما واثقين. اي نعم في مشاكل، في الم، في تعب، مهما يكون، بس عندكم برضو خير. عندكم سمك، السمك ده بيدل على ان انتوا عندكم رزق حلو جاي، او المشروع اللي انتوا فيه هينجح باذن الله. بس دايما خلوا بالكم من الرزق اللي بيجي لكم، اللي هو قادم في طريقكم ورقكم، اذا كان في محاكم او اذا كان بناحيه ورث او ناحيه حاجه معينه، باذن الله الفتره اللي جايه هيكمل. وخلوا بالكم من نفسكم، بالكم برضو مشغول بمساحه قلبكم، يعني القلب فيه نبض، القلب فيه ضغط من حاجات فيه عندك. في كمان الفترة دي انت يعني عايز تطلع من البيت اللي انت فيه، او عايز تعمل حاجات جديدة في ارض بيتك. ما تقلقش خالص، انت الفترة اللي جاية دي لا اما خطوبة هتتم، لا اما زواج هتتم، الشريك بيحبك، بيحبك قوي، بس مش عارف ياخد القرار بسبب الضغط النفسي اللي عليه، مش عارف يبدأ ازاي، مش عارف يطلع ازاي، مش عارف ايه اللي خطوة اللي ممكن ياخدها تخليه يطلع من اللي هو فيه. فانت ما تقلقوش خالص، وتكونوا حذرين كويس جدا من اي عقبة موجودة في وشك، وما تست يعني ما تستسلموش لحاجة. انتوا معروفين عنكم ان انتوا ما تعرفوش يعني ايه استسلام، الحاجة بتحطوها قدامكم وبتشتغلوا وبتعفروا. فان شاء الله باذن الله هيكون عندكم حسم مواضيع الفترة اللي جاية تخصكم انتوا من المقربين لقلبكم. كمان ممكن يكون في كلام بخصوص حد هتسمعوه وهتتكلموا. الفترة دي انت تعبان نفسيا، او انت تعبانة نفسيا بسبب الصداع وسبب التفكير دايما في العاطفة، الشريك مش مريحكم. فان شاء الله بإذن الله هتبقى عندك بداية جديدة مع تغيير الشريك، وهتبقى فيه امور حلوة، والرزق اللي جاي لكم والانفراجات دي ممكن يكون حاجات هتطلعوا منها، بس دايما تخلوا بالكم وتكونوا حذرين قوي. ممكن كمان اليومين اللي جايين دول هتسمعوا خبر، او هتاخدوا خطوة جديدة، هتعملوا بداية جديدة، في حاجة جديدة هتعملوها مختلفة عندكم. فخلوا بالكم الموضوع اللي شاغل بالك هيبقى فيه فرصة ان انت تختار، وهيبقى فيه فرصة تناسبك في طريقك، فتاخد بالك كويس جدا من فرصتك دي وتبعد عن الطاقات السلبية. في ابراج ناريه عندكم بينكم وما بينها،
يعني ممكن يكون الأبراج النارية دي بينكم وما بينها كلام، بينكم وما بينها مواضيع، في حاجة تخص عندكم الأبراج النارية. عندك كمان حرف الام، وعندك حرف الالف، وعندك حرف الواو، وعندك حرف النون، دول موجودين عندك في حياتك، بينهم وما بينك طاقات. في كمان عندك حرف اللام، دول بينك وما بينهم لا اما طاقة لا اما حاجة معينة، الله اعلم، بس في عندك هنا حروف منهم دول على قلبك، يعني عزيزة على قلبك، ممكن يكون هتتعرف عليهم، او بينك وما بينهم مازال شغل، وانت بتحاول بقدر المستطاع تاخد القرار عشان بتقول انا مش عايز اي طاقات سلبية. عندك هنا كمان اشخاص هيحاولوا بقدر المستطاع يتقربوا منك، اشخاص هيحاولوا ان هم يفاجئوك باي حاجة علشان مصلحتهم. كمان انت هنا على وشك ان انت تقدم لحد هدية، او على وشك ان انت تجيب هدية، الله اعلم، في هدايا عندك. وفي كمان مناسبة حلوة، المناسبة دي هتكون في اتجاهك انت، وان شاء الله باذن الله هتنسيك الالم وهتنسيك التوتر اللي انت بتمر بيه. انت حرفيا بتفعل كل ما بوسعك عشان يطلعك من اي مشكلة انت بتمر بيها، بتفعل كل ما بوسعك علشان خاطر تبني مستقبل او تعب تطلع من اللي انت فيه. فانت الفترة دي بتحاول تعمل حاجات كتيرة جدا فعلا، والاضواء كلها متسلطة عليك. يعني ايه؟ يعني العيون كلها عليك، بصة عليك قوي الفترة دي بسبب الكلام. ودي كمان برضو ان انت هنا عندك رغم مساحتك فاضية وعندك تقارب مع الشريك، بس خطوبتك هتكمل، وفي نفس الوقت دايما تحصن نفسك علشان خاطر العيون مركزة معاك قوي، العيون يعني مركزة معاك واخدة من حياتك جزء كبير، ومن فترة للتانية بتشتكي من ظهرك وبتشتكي من المعدة، بتحس ان انت دايخين، بتحس ان انتوا في حاجة غلط في حياتكم، وطبعا لحد الان مش عارفين ايه السبب. وفي كمان كتلة، الكتلة دي على عينكم مخلياكم مش شايفين الحقيقة، مخلياكم مش عارفين توصلوا للحقيقة، حاسين انه في حاجة غلط. بالفعل انتوا عندكم حاجة غلط بسبب الخمول والكسل والارهاق اللي عندكم من غياب الشريك، من غياب حد بعيد عنكم. ممكن كمان يكون عندكم انتوا او ناويين حاليا على غربة، عايزين تمشوا، عايزين تهاجروا. دايما قلبكم بيدلكم على الحاجة قبل ما تتوقعوها، يعني دايما بتحسوا كده القلب بينبض ويقول لكم ايه، في حاجة هتحصل النهاردة، في حاجة هتعمل النهاردة. دايما القلب عندكم ما شاء الله على قلبكم، او عندكم روحانيات عالية لدرجة ان انتوا بتشكوا في نفسكم، بتقولوا ايه ده، هو في ايه. فانتوا الفترة دي بسبب بس الكلام اللي عمالين تسمعوه من الاهل، حاسين ان طاقتكم خلصت، حاسين ان انتوا ما عادش عندكم طاقة لأي حاجة. لا، على مهلكم، لسه الايام جايه، وكل ضيق وخنقه ليه مخرج باذن الله. بس بلاش اتعفروا زياده عن اللزوم في موضوع منهي اصلا، يعني ما تعفروش في علاقه سامه وتقولوا لا ده هتنجح، الحاجه اللي تعباكم يا ريت ما تعفروش فيها خالص. في كمان هنا جوه قلبك كلام كتير عايز تعبر، عايزين تعبروا عنه، جوه قلبكم في حب، في حاجة جديدة عندكم، عايزين تتكلموا، عايزين تعبروا، عايزين تقولوا، الله أعلم. بس انتوا حرفيا ناويين على حاجات كتيرة جدا تعملوها الفترة دي. شايفة كمان ان انتوا هنا هتسامحوا ناس ظلمتكم، ممكن ترموا الماضي ورا ظهركم، ولو في حد ظلمكم في الماضي ممكن ترموا الماضي ورا ظهركم، ما عدتوش هتركزوا تاني على اللي فات، ما عدتوش هتركزوا تاني على اي حاجة في الماضي. الماضي انتوا خلاص خدتوا القرار ان انتوا تنفصلوا عنه، ان انتوا ما تتعاملوش في اي حاجة تخص الماضي. قررتوا بقدر المستطاع ان انتوا تعيشوا حياتكم، قررتوا ان انتوا تشوفوا ايه اللي ناقصكم وتشتغلوا عليه. انتوا حرفيا مش عايزين اي حد جديد يدخل حياتكم بسبب الكلام السلبي وبسبب العراقيل اللي موجودة عندكم. فعندك بشر، البشر دي بتدل على ان انت ممكن في اقرب وقت يكون عندك انفراجات بشكل جذري، مش بشكل كبير، لا ده بشكل جذري. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون تلاقي توأم روحك في الشخص المناسب، توأم روحك في الشخص اللي هيكون سند ليك. دايما انتوا ان اشخاص متألقين، ان انتوا ما بتحبوش المقارنة بحد، ما بتحبوش حد يقارنكم بحد، ما بتحبوش الكلام الكتير. فالفترة دي برضو عندكم رغبة شديدة في البعد، عايزين تبعدوا عن ناس كتيرة جدا وبقدر المستطاع، عايزين ممكن تبعدوا عن اي حد بينكم او يجيب لكم اذى،
بدأت تقول خلاص انا مش عايز ظلم او مش عايز عراقيل، انا ممكن ابعد اختفي خالص عن الناس في حياتي وخلاص. رغم ان انتوا ما بتحبوش القعدة لوحدكم، رغم ان انتوا ما بتحبوش تكونوا لوحدكم، بتحبوا ان يكون ليكم شريك، ليكم سند في الحياة، بس برضو بتحاولوا تطلعوا من اللي انتوا فيه بقدر المستطاع. ممكن كمان ان يعني لو كان منكم بيحب اللون الموف او اللون الاسود، في عندكم شراء تتعلق باللونين دول، هتشتروا حاجة جديدة او هتعملوا، هيبقى في حفلة، هيبقى في موضوع، ممكن البعض منكم كمان يكون بيحب اللون الابيض. يعني ممكن يكون عندكم امور عندكم جديدة، فخلاص يعني ممكن الفترة اللي جاية دي هيبقى في مناسبة حلوة هتحضر. كمان الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا بتطنشوا حاجات كتيرة جدا في حياتكم، جايبة لكم اذى وسلبيات، بتكبروا دماغكم وراضيين بكل حاجة وبتقول الحمد لله، حتى لو تعبانين نفسيا ما بتقولوش غير الشكر والحمد لله. في ناس برضو الفترة دي عايزة تطلب منكم السماح، هتقول لكم احنا اسفين، سامحونا، احنا ظلمناكم، كلام كتير. معروفين عنكم بالحنية، معروف عنكم بطيبة القلب، معروف ان انتوا رغم ان اقوياء جدا بس جوه قلبكم يعني حاجة كده رهيبة، يعني جوه القلب عندكم حنية طيبة، مش عارفين يعني ممكن تكون بتبينوا حاجة وجواكم حاجة تانية خالص. فان شاء الله بإذن الله بفضل ربنا الفترة اللي جاية ممكن يكون في اشياء جديدة، ممكن يكون في حاجات جديدة. انتوا معروفين اصلا برمز الصبر، معروفين ان انتوا من الناس اللي صبرة بشكل كبير جدا، عزة نفسكم عالية بتخليكم ترضوا بأي حاجة ومن غير ما تتقبلوا. يعني لو انتوا محتاجين فلوس من حد او في موضوع يخص فلوس ممكن ما تتكلموش في الفلوس خالص وتتقبلوا اي حاجة، ممكن تاكلوا او ما تاكلوش او اي حاجة تمشوها، بس ما بتعرفوش تطلبوا حاجة من حد. والفترة دي بإذن الله في شراء حاجة جديدة، لا إما شقة، لا إما بناء بيت، لا إما عربية، الله أعلم، بس الفترة دي حرفيا انتوا هتشتروا حاجة جديدة. وهيكون كمان في موضوع عندكم هتكونوا فيه، يعني هيكون فيه جراءة أكتر، هتكونوا في عندكم جراءة كده. في برضو ناس حواليكم ما بتعرفكمش غير للمصلحة، يعني بتحب تعرفكم للمصلحة فقط لا غير. ليه؟ عشان العيون مركزة معاكم قوي، العيون متابعاكم في كل حاجة في حياتكم. كمان الفترة دي برضو هيكون عندكم خطوة جديدة، واللي ضاع من ايدك مش هتبص له تاني وخلاص، هتقول اللي ضاع مني وبعد عني او ما كانش ليا نصيب فيه انا مستحيل ابص عليه تاني، مستحيل ابص لورايا تاني. ومهما يكون علاقتك بالشخص ده او حبك بالشخص ده او روحك في الشخص ده، انت مش عايز ترجع لأي علاقة فيها ندم الفترة دي من حياتك. عندك كمان هنا ممكن يكون رمز السلام، رمز السلام ده السلام النفسي، مش لازم السلام اللي موجود في الحياة، ممكن يكون رمز سلام نفسي. يعني هيبقى عندك، انتوا دايما معروفين ان انت عندكم اصول بتمشوا عليها، ما بتحبوش تتخطوها، عندكم حاجات كده قوانين وعادات بتمشوا عليها، ما بتحبوش النفاق ولا الكذب ولا الكلام السلبي. والناس اللي هتيجي تطلب منكم السماح دول انتوا هتسامحوها، ليه؟ عشان مش عايزين وجع دماغ، هتسامحوها علشان خلاص مش عايزين عراقيل ولا عايزين مشاكل تكون متعلقة بأي حاجة تخص حياتكم الفترة دي. فكمان الفترة دي ممكن تكون فرصة للسفر خارج المكان أو فرصة للسفر إن انتوا تعملوا حاجات جديدة، فالفرص عندكم من يعني عالية قوي في أشياء كتيرة جدا، في حسن، في قوة، في ازدهار، في تغيير، حاجات كتيرة جدا انتوا هتفعلوها الفترة اللي جاية. وممكن كمان تصلحوا المشكلة اللي في البيت، إذا كان مشكلة كهرباء، مشكلة نور، وزي ما يكون المشكلة أو في مشكلة عايزة تتصلح عندكم الفترة اللي جاية دي انتوا هتصلحوها وهتشتغلوا على نفسكم بشكل كبير وبشكل ناجح بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. فدايما خلوا عندكم يقين بالله انه بإذن الله ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب، وما تركزوش أبدا في الطاقات السلبية ولا تركزوا في العراقيل والمشاكل، ركزوا في الطاقات الإيجابية اللي بتتوزع عليكم لحياتكم.
ممكن كمان يكون عندكم رجوع لحد من الماضي، الله أعلم، ممكن يكون في حد ناوي يرجع لكم من الماضي، حد ناوي يكلمكم من الماضي، في تسخير عندكم في مواضيع من الماضي. اليومين اللي جايين دول انتوا هتلمعوا، هتكونوا زي النجمة في السماء كده، ممكن يكون عندكم فلوس زيادة، هتحققوا في استقرار حلو، هترموا حمولكم دايما على الله وهتركزوا على تحقيق الهدف. ليه؟ عشان هتقولوا احنا مش عايزين دوشة، مش عايزين حاجة تعكر علينا اللي احنا بنعمله، فقررتوا خلاص تشتغلوا على نفسكم، قررتوا ان انتوا تعملوا حاجات مختلفة، تاخدوا قرار مختلف، تطلعوا من اللي انتوا فيه. في كمان اسماء، يعني انتوا ناويين فعلا توصلوا للهدف وعشان كده مركزين. اي نعم انتوا الفترة دي مضغوطين وعليكم ضغط من تقايض، مش مرتاحين، حاسين بزعل، حاسين في كلام كتير ضاغطكم ومكتفكم، بس عندكم برضو انفراجات حلوة. وفي نفس الوقت في شخص مطنشكم قوي ومش راضي حتى يعبركم، او مش قصه مش راضي يعبركم، بيتقل عليكم لدرجه ان انتم مش فاهمين هو بيحبكم ولا لا، معجب بيكم ولا لا، زي ما هو مبين، بس هو بيتقل، هو من الشخصيات اللي بتتقل. فانتوا لو طنشتوه برضو وما عبرتوهوش هتلاقوه بيجولكم لحد عندكم، وان شاء الله باذن الله هيكون في نجاح من بعد وقف الحال اللي انتوا بتمروا بيه. شوفوا وقف الحال بتاعكم اللي انتوا بتمروا بيه حرفيا، ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه امور حلوه، واقدر افرحكم وابشركم ان انتوا هتكسروا الروتين اللي عندكم، او هتكسروا التعقيده اللي عماله على كتفكم دي، مس يعني تعقيده وتكتيفه رهيبه عليكم بسبب برضو الضغوط النفسيه اللي انتوا شايلينها على كتفكم. فان شاء الله باذن الله برضو الفتره اللي جايه ممكن يكون تطلعوا، يعني هتطلعوا من القلق، من قلة النوم، هتطلعوا من الحاجات اللي مسببه لكم تشتت في أفكار، تشتت في مواضيع، تشتت في الحياة بشكل مختلف. أتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، أتمنى لكم كل ما هو جميل، ولو عجبتكم القراءة ما تنسوش تشجعوني في الكومنتات، وكمان لو عوزتوا أي حاجة قولولي، واهتموا بالفيديو بتاعكم عشان ننزل لكم فيديوهات جديدة حلوة.